هاي عينك هتصور لا الحي اندرس تراب صح افتح الحمد لله تعاون معنا مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في قمينس ومنطقة الشرقية بالكامل وسلمنا كشوفات المتقاعدين وبدينا نكون في النقابات وفي نفس الوقت الآن عندنا الخطوة الأساسية وهي الخطوة فيما يخص بطاقة التأمين الصحي للمتقاعدين. بدينا صورنا الدفعة الأولى حوالي 125 متقاعد، الآن عندنا فوق من 225 أو 300 متقاعد الآن بدأوا التصوير نتاعهم من العنصر الرجال والعنصر النساء. وندعو جميع الأخوة المتقاعدين في بلدية سلوق وبلدية قمينس أنهم يتكاثفوا وأنهم يسجلوا في النقابة ويستخرجوا بعدين فيما بعد بطاقات نقابة دفع عن حقوقهم ومصالحهم. ما يسعني لأن نشكر جميع الأخوة وخاصة مجلس النواب اللي يصدر القرارات الزيادة بالنسبة للمتقاعدين، كانت فيها ناس مظلومة وكانت لا يفي بحق المتقاعد 450، حاليا 950 ناها وعلى الأقل لهم فيها شوية، وبالنسبة في الناس أهل الدرجات العالية ما زالوا يستحقوا أكثر بما جاء فيه القرار رقم 13 سنة 13 رقم 5.